Excellence, Monsieur le ministre Bourita. الوزير بوريتا السلام عليكم. عزيزي الناصر شكرا على طيب الحفاوة هنا وشكرا على التبادل الإيجابي. يطيب لي أن أكون هنا اليوم في المغرب. لقد حاولنا العديد من المرات أن نجد التاريخ وأخيرا تمكن من إيجاد التاريخ. إن الصداقة الممتدة بين بلدينا هي تمتد على أكثر من قرن وقوية، واحتفلنا في بيرن منذ سنتين في 2021 الذكرى المئوية لعلاقتنا الدبلوماسية، بمعنى 100 سنة منذ فتح أول تمثيلية لسويسرا وذلك في 1821، وأنا أحتفظ بذكرى جيدة لزيارتكم بهذه المناسبة. زيارتي اليوم هي أعطتنا الفرصة لوضع محصلة أولية لهذا التعاون الثنائي الذي تم إنشاؤه بعد التوقيع في بيرن لإعلان مشترك لم يكن يرم فقط الرمزية لاحتفال 100 سنة، بل شاء أن يكون هذا ثريا من حيث المضمون. إذن هذه المحصلة التي وضعنا اليوم هي محصلة إيجابية جدا. على مدى 18 الشهر الأخير وقعنا على اتفاق مناخي على جانب فعاليات كوب في شرم الشيخ في 2021، وتذكروا زميلتكم بن علي التي وقعت مع الاتفاق، واغتنم الفرصة الطليعية وحيد الفرصة الطليعية التي لعبتم فيها دور كبير في التفاوض. وأحدثنا أيضا في 2022 مذكرة اتفاق في مجال التربية والتعليم والبحث، تلا ذلك دعوة لمشاريع التعاون بين بلدينا التي قامت بتمويل 10 مشاريع في البيوتكنولوجيا وما شابه ومن ذلك، ونداء أيضا لدعوة المشاريع سوف تطلق. وقلت للسيد الوزير بأنه قلما أن لا نثير المشاكل، بل نقول هذه مشاريع للمضي قدما في علاقتنا، وهذا ما تم اليوم. السنة الماضية كانت أيضا شهدت على وضع فريق للصداقة بين سويسرا والمغرب، وكان هناك ممثلان لسويسرا جاء إلى المغرب اليوم إلى جانبي، ويطيب لي أن أقدمهم لكم اليوم وأطلب منكما أن تقف السيد رودوي من كانتون ديفالي والمجلس الوطني أو الممثل الوطني من كانتون لجنيف، عضوان من ممثلان للشعب البرلماني. شكرا لكم على حضوركم. التعاون فيما بين البرلمانين، وهذا رأيي وتعبيري للحكومة، أن يعزز التفاعل والتبادل بين بلدينا. والدعوة الأخيرة لرئيس مجلس النواب لنظيره للمجلس الوطني السويسري للقيام بزيارة عمل المغرب هي تصب في هذا الاتجاه. وعلى مدى مناقشتنا اليوم تم عدنا التأكيد على إرادة تعميق العلاقات الثنائية فيما بيننا، وأثرنا أيضا إلى إمكانيتنا الاقتصادية وطاقتنا الاقتصادية المشتركة المتطورة الآن بحجم يتجاوز 700 مليون فرنك فرنسي لأول مرة في 2022. إذن فهذا ارتفاع مهم، أكثر من 20% من الارتفاع مقارنة مع السنة الماضية أو منذ سنتين. سويسرا هي من الدول العشرة الأكثر استثمارا في المغرب، وهذا ولدينا حوالي 50 إلى 60 مقاولة سويسرية تعمل هنا وتشغل حوالي 8000 شخص في التغذية، في الزراعة، الصناعة الصيدلية الكيميائية والمعدات
الآلات الإلكترونية والأدوات أدوات الدقة، وهذه التي وهي معدات نحن نصدرها إلى مختلف أنحاء العالم. الآن أنتقل إلى الرهان الهجرة، والهجرة تبقى دائما رهانا لنا في الكوكب كله، فأعداد الأشخاص الذين يتنقلون أو ينزحون داخل الدول الآن هو وبين الدول ما فتئ يرتفع على مدى السنوات الأخيرة. وفي خصوص هذا الرهان السيد الوزير وأنا اتفقنا على تلاقي أفكارنا في هذا الموضوع، ونحن نثمن إطلاق في شتنبر في غضون بعد أسابيع لمجموعة عمل مشتركة حول الهجرة بين سويسرا والمغرب، وهنا كاتبة الدولة للهجرة سوف تأتي هنا بما يتيح لنا إعطاء دينامية قوية لهذا التعامل ومواصلة لهذه الزيارات على المستوى العالي. خذنا في نقاش أيضا معمق حول قضية الصحراء الغربية، حول الاستقرار والأمن في مناطق الشرق الأوسط بالنظر إلى كل هذه اتفاقات أبراهام التي تم إحداثها، وبالنظر إلى تاريخ المغرب الذي هو له صلة قوية بالعالم اليهودي وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء. وعبرنا عن انشغالنا بما يخص الصراع في السودان، وعلينا إعادة تكريس السلام هناك في أقرب الأوقات. زملائنا، أحيي الدور الملتزم للمغرب في المنطقة والموقف الذي يقفه كقطب للاستقرار وممر للاستقرار في إفريقيا. وهنا أشير إلى الانخراط المغربي في ليبيا الإيجابي في مسلسل بوزنيقة تحت رعايتكم الشخصية لفائدة الانتقال السياسي السلمي من خلال انتخابات في هذا البدو. سويسرا هي أيضا هي تلعب دورا إيجابيا من أجل إرساء السلام في ليبيا كعاملة وشريكة مشتركة في برلين من أجل القانون والإنساني وحقوق الإنسان. والمغرب يتبوأ أيضا دورا هاما على المستوى الدولي والمتعدد الأطراف كما في داخل الأمم المتحدة وأيضا في مجلس حقوق الإنسان. وهذا ما حدا بنا إلى هذا المخرجات، تمكننا في مدة قصيرة أن نبلور تعاونا ثنائيا ما فتئ يتنامى ويستقر وينتج ومثمر، وسوف يتيح لنا أن نواجه التحديات الإقليمية والجيوسياسية التي يشهد العالم في هذه المرحلة التي يشهد في العالم نهاية دورة وبداية دورة لا نعرف معالمها بشكل واضح. ومناقشتنا أثارت رؤية مشتركة متقاسمة حول هذه الرهانات العالمية وفي هذه المراحل التي تعرف أزمات وعدم يقين. ونحن هنا الآن في مجلس الأمن المتحد، ونحن نؤمن سويا بأهمية الحوار من أجل توثيق الأمن والسلام والاستقرار والرفاه. وهنا أحيي أخيرا الإصلاحات المهمة التي تم تفعيلها في المغرب تحت توجيه وقيادة صاحب الجلالة محمد السادس من أجل مجتمع واقتصادي مغربي منفتح ودينامي، وأشكركم على طيب إصغائكم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.